بسم الله الرحمن الرحيم. حينما يمر الإنسان بمراحل محورية في حياته يواجه فيها تحديات ضخمة، يواجه فيها ظروف تفرض عليه مجموعة من المتغيرات اللي ما بيقدرش يتفاعل أو يتعامل معها إلا وفقا للمتغيرات السريعة والمحمومة اللي بتحصل. حينما تكون المرحلة مليئة بالتحديات بتظهر معادن للرجال، وبتظهر شخصيات في حياتك تؤثر فيك وتتأثر بيها. القيمة في هذه الشخصيات أنك تختلف أو تتفق معها، لابد أن تعترف وأن تشهد وأن تقر لها بالمهنية، لابد أن تعترف وتشهد وتقر لها بدمثة الخلق، لابد أن تعترف وأن تقر وتشهد لها بأنها يعني في تخصصها عالمة. وهذه الشخصيات بتتمتع بثلاث حاجات: تتمتع بروح جذابة تستطيع أن تأخذ الإنسان إلى عالمه فيعيش ويسبح في بحور هذه الشخصية، وأيضا تتمتع بالقدرة على ملك نواصي المفردات فتحدث إرسال جيد يقبله الآخر، وأيضا قدرة على استقبال الآخر بكل متغيراته وبكل معاييره، بل مش بس استقبال الآخر واستيعابه أيضا. من الشخصيات دي اللي واجهنا مع بعض فيها تحديات كبيرة، اتفقنا كثيرا واختلفنا قليلا، لكن كنا دائما نكمل بعضنا بعض، وكنا دائما نتعامل من منطلق أن لكل منا رأيه ورؤيته، لكن الذي يغلب علينا المصلحة العامة وما نصب عيننا هو الوطن. كيف نحافظ على ثوابت الوطن؟ كيف نؤمن أن هذا الوطن فعلا أمانة وأن الكلمة مسؤولية؟ النهاردة شخصيات في حياتي شخصية أثرت في وتأثرت بها، عشنا معا رتحا من الزمان، ارتبطنا في فترة زمالة عمل، لكن حينما انتهت فترة العمل كانت في صداقة وأخوة واحترام متبادل، وده اللي بيميز العلاقات. دائما الناس لا تظهر وهي تبدأ العلاقة الجديدة، لكن الناس دائما تظهر حينما تنتهي هذه العلاقة وتخرج منها. كيفية الخروج هو اللي يبين معادن الناس. فكان معدن معتز الدبرداش ومهنية معتز الدبرداش ودماسة خلق معتز الدبرداش أحد العلامات الجميلة في شخصيات في حياتي.